العريس جنى. بسبب ظروف العاصفة المطرية المتوقع انه تصيب الشمال السوري عموما رح تنخفض درجات الحرارة، رح يكون في امطار وثلوج يعني بشكل كتير كبير. الناس ما فيها تساوي افراحها حاليا بهي الفترة، ويمكن اجلتها لفترة مليحة، لكن عند رغبة تغير اجواء حياتها وتخرج من الروتين، وايضا يعني تعيش حالة من حالات الابتهاج والفرح. حلقتنا لهالاسبوع من افراح من بلدي رح تكون حلقة غير عادية، حلقة رح تكون ترصد وتتابع اجواء رحلات الصيد اللي بيقوم فيها بعض الصيادين بشكل فردي او جماعي على ضفاف بحيرة ميدانكي. مثل ما كنتم شايفين الان بحيرة ميدانكي بدت امامنا مليئة بالمياه، وعلى اطرافها واضح الاحراش السرو الجميلة كتير. راح نوصل للبحيرة ونلتقي الصيادين الموجودين هناك ونعرف كيف راح يقضوا يوم هناك. تابعونا. مجموعة من الصيادين الان على يسار او على الضفة الجنوبية للبحيرة عم يتصيدوا، راح نشوفهم ندردش معهم شوي. يا رب. السلام عليكم. جايين لعنكن. يا رب. مرحبا يا شباب. شلونكن؟ الله يبارك فيك يا رب. علي الخال، علي الخليل، هاي الزعيم حلب عراشي. أهلين عراسي. أهلين بالبر. تعال هون شوي. من وين الشباب؟ معرت النعمان. أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك يا رب. أنتوا صيادة محترفين ولا هواة؟ والله هواي، هيك تسلاي، من باب التسلاي. يعني من جديد عم تتعلموا ولا من زمان؟ لا والله ما صرنا زمان كتير. يعني ما صرنا زمان، نحن جايين هيك تسلاي، وجينا معنا شبكات وإيش اسمه من الصياد، إذا الله رزقنا كان بها، ما الله رزقنا نحن نخلنا تمر، نحن شبكات شان تماشي. يعني كم مرة صار جيتوا لهون؟ صار بيجي 7-8 مرات. كويس. هلا معكم صنارة، بس السنارة شبك. 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 ليك الشبك. مبين. ايه واضح. ايه. وعنا 41 نحن بنمدها كلنا. ايه. ايه هاي بقى لنشوف إذا في أسماك بنمدها. ما في خلاص. رزق الله. لا إله إلا الله. كل مرة. كل مرة ما أعرف شيء. كل مرة كان في يعني عم تلاقوا سمك ولا لا؟ عم نلاقي كل مرة. بس هلا من مدة شهر وهالصوب ما في. شو السبب ليش؟ من البرد ومن الجو. والله طيب ايه هون شو بتنبسط قلي؟ ما يعني انه نسلى، نضيع حالنا، نضيع النهار يعني بالسمك بالهرج، لا اكثر. لا اسمع موسيقى؟ ما في موسيقى. وين الموسيقى؟ بتغنوا؟ لا ما بغني، ما في غير هذا البصره تبعي. والله انا ما بغني يعني، والله ما بغني. لا يعني انت واضح، شوف لك انت خجلان واضح. هل انتم شايلين شعلين النار والحطب ومسويين بريق شاي؟ نعم. تمام. هلا طبعا بريق الشاي هو من لوازم الصيد. اكيد نحن نعم. بدون الشاي ما بنقدر نبرك. قهوه بتشربوا؟ قهوه بنشرب بالبيت طبعا، بس الشاي يعني بالبري احسن اكوس اطيب. طيب. بدي منك بس للمشاهدين مول واحد، مول مو كثير عيونه. هو والله مو كثير بس اسلم. سمعني معلش. العلاوي ابني كبر يابا، وبصف الثاني صار، انطيته أول درس، قال لي بابا شو معناته الدار؟ قلت له بابا الدار يعني الوطن، قال لي والدور يعني الجار، قلت له بابا بس وطن، بس وطن باللي جار. قال يلي مضيع الذهب في سوق الذهب يلقى، قال يلي مفارق محب سنة ويمكن ينسى، لكن اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى. سلامتك.
سلامتكم. الله يسلمك. ما شاء الله صوتك حلو جميل وكلماتك حلوه كثير. يا سيدي الله يطرح البركه هيك عندكم. الله يسلمكم. ان شاء الله تصطادوا شيء كويس. الله يسلمك. وكمان اذا حتاكلوا هون تعزمونا. ميت السلامه. ميت السلامه. والله يعطيكم العافيه عم تعذبوا. السلام عليكم. طمنونا شلون هالصيد؟ الحمد لله. ان شاء الله في رزق. والله اليوم ما في قليل. ما في قليل؟ والله. من وين حضرتك؟ والله من هون خربة شران. يا اهلا وسهلا، انتم القرى المحيطة في في البحيرة. متعودين على الصيد بشكل دائم؟ والله تقريبا، إذا ما في شغل بننزل على الصيد. على الصيد؟ ايه. هلا بسألكم يوم الصيد تبعكم شلون بتقضوا؟ يعني كيف يصير؟ والله عادي مثلا بنجهز حالنا. ايه. في البيت؟ في البيت بنجهز حالنا. شو بتجهزوا يعني؟ بنجهز عجينة مثلا، طعم، علف، هيك شغلات. بنظبطه وبنجي بننزل على البحيرة. أنا بعرف إنه الصيادين بينزلوا قبل، بيجوا قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس. والله الصيفية بنجي قبل، بس هلا الدنيا سقعة شوي. ايه. وبجو برد يعني نجي متأخر شوي. متأخرين؟ ايه. بتجوا لهون؟ ايه. بنجي لهون و نزت هالسنارات هالقصبات على المي يعني وبنستنى لبين ما يضرب. وبعد شو بتسوي هلا مثلا؟ عم تسوي شاي؟ كيف تقضوا كل نهار؟ امتى تروحوا انتوا؟ امتى مثلا تروحوا؟ مثلا نجي نزت هالقصبات على المي وبنستنى، بنجي نسوي شاي مثلا، نشرب شاي، بنشرب قهوه وبنفطر مثلا، وعيننا على القصبات. إذا أخذوا السمك بنطالعه بنسحبه. شو نوع السمك اللي هون؟ والله في كرب هون، في كرسين هون، في بلطة، في سلور، في كل هذه الأنواع. ما شاء الله. إمتى الوقت يعني الفصل الأكثر يعني غنى بالسمك هون؟ والله أكثر شيء بالصيفية تقريبا شهر 8 9 هذا موسم يعني. إيه. هلا فيها شيء يعني فيك تسحب شيء؟ والله بنسحبه ما في أي مشكلة. خلينا نشوف. شو طول السنارة؟ والله هي تقريبا مترين وشوي. لا مو طول الخيط تقريبا تروح شي 30 متر 40 متر حسب. ماشي. ايه. فرجيني شو فيها؟ هذا فيها شنقل. ايه تقالي وشنقل. في شي صدتوا شي؟ والله اليوم ما كثير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مبين عليك صياد عتيق انت. شلونك؟ الحمد لله. لا استاذ تعرف عليك؟ ميلاد جلوسي من خربة شران. يا اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. شو قصتكم انتم اهل خربة شران؟ يعني هاجمين على البحيرة هجوم؟ يا اخي يوم طقب البيت نجي لهون ضيع وقتنا شوي، وهواي هي. وانتم قريبين عليها؟ وقريبين عليها. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. بدك تحكي لي شو الفرق بين الصيد الاول والصيد هلا؟ يا استاذ الصيد الاول كان كان هي نهر. كان نهر هي، كنا عالم يجوا يجيبوا لوكس ضو بالرمح يصيدوا فيه وسلم. بالليل بنهار؟ بالليل. بالليل. إيه. وكان يجوا بالكهرباء يصيدوا فيه، كان نهر عم يمشي بالكهرباء يصيدوا ما فيه. كان في سد؟ لا ما كان في سد، هاي تقريبا تحت الألفين. قبل الألفين. إيه قبل الألفين. نعم. وبعدين صار بحيرة، كنا نجيب فواشات، كنا صغار تقريبا صرنا 20 سنة عم نجي على الصيد. فواشات قصبات ما كان يعني عالم إيديها كان ضيقة شوي، ما كان معه المصاري، كنا نقص القصبة ونحط مترين ثلاثة خيط ونحط الفواشة ونجي نصطاد فيها. بعدين صار شوي كبرنا صرنا شباب، حوينا قصبات وجينا صدنا بالقصبات. هلا ايش الفرق بدي بأجواء الصيد؟ أجواء من أول وهلا؟ أول كانت أبسط اللي هلا، أول كانت أحلى اللي هلا. أولي كان أحسن. ليش؟ كان واحد مرتاح نفسيا، ما في مشاكل، ما في شيء، كل شيء متوفر، يعني العيشة المعيشة أحسن من هلا. يعني كان طلعتك على الصيد مو لأجل تاكل وتعيش منه، كان طلعتك بطل يعني مزاج. طبعا أكيد أكيد. واليوم؟ واليوم كمان نفس الشيء تقريبا، بس أول كان أحسن من هلا. كان أول أحسن من هلا. الله يرزقكم يا رب. الله يسلمك. على راسي أستاذي. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. يا رب. السلام عليكم. جاي لعندك. شلونك؟ على راسي حياك. شلون صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. من حضرتك؟ انا من ليرامون من الريف الشمالي. من ليرامون من الريف الشمالي. وجيت لهون على الصياد. نعم. وين ساكن؟ بعفرين حاليا. يا اهلا وسهلا.
سلمى. احكي لي عن الاجواء، الاجواء يومك في الصيد. والله يعني هو عباره عن يوم بالاسبوع بسبب عملي، يعني باجي هيك بحس يعني اني برتاح نفسيا، و وبنعمل من المساء بنبلش تجهيزات، مثل كاني عنا عرس عيد تاني يوم. حلو. اي والله. شو بتجهز؟ الطعم وعدة الصيد وبدنا نايمة تقريبا جنب راسنا يعني هيك. اي وشعور لا يوصف يعني. طيب ما بتجيب معك العيلة؟ احيانا حسب. ايوه. أي هلا كونه الدنيا شتاء وبرد بنفضل اجي انا وابني، ابني هلا هون جوا. في حال جيت جبت معك العيلة شو بتساوي غير الصيد؟ والله منشوي، مناكل يعني، جيب فواكه، منتسلم، قهوة، شاي، كازوز، كولا، الأولاد الصغار بيلعبوا يعني. الحمد لله. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يعافيك. مشكورة. حياك الله أستاذ. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج أفراح من بلدي، والتي كانت تختلف نوعا ما عن الحلقات السابقة من البرنامج، كونها غطت أجواء رحلات الصيد النهري التي يعرفها مجتمعنا السوري. سنكون معكم في الأسابيع القادمة في أنماط جديدة من الأفراح التي يعرفها شعبنا السوري الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا عريسنا مبروك، ألف تحية من اللي بحبه. المولود السعيد وأتانا في التجديد. نمتوا يا نمتوا اطمعي ليلى، ده ما فيش أجمل في الدنيا من الفرحة بنجاحه. الله أكبر الله أكبر، جينا لمحلك جينا، جينا لمحلك جينا، جبنا العريس وجينا.